السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عبد الرحمن. طبعا اليوم جيناكم بلعبة جديدة، طبعا لعبة مترجمة شباب، أول مرة بفتحها. خلينا نبدأ مع بعض، بترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة. لارا، واه، انظري لهذا المكان. يبدو أن البحث أتى بثماره وعرفنا أهداف ترينيتي. أجل، لم يريدوا أن نصل إلى هنا. سعيد لاتباع ملاحظات والدك. رأيت المكان حيث انهار الممر عليك بالخلف. تودين أن نتفقد هذا الجرح؟ لا، أنا بخير. طبعا هدول كانوا بالهليكوبتر. ما كل هذا؟ مجموعات نجمية، هذه النقوش نوع من الألغاز، سمكة وردية. سمكة وردية؟ الجبل المتوج بالفضة. أرى تاريخا هنا، لكن هناك شيء غريب. يبدو أنه قد تعرض للتلف، ربما عن قصد. لما قد يتلف ترينيتي هذا؟ إنهم عادة يدمرون كل شيء. لا، التلف قديم جدا، لكن من يترى عبث بها؟ لارا، علينا الخروج من هنا. لارا، يجب أن أحصل على هذا. هيا. لو لم تجرني إلى الخارج لكنت ما زلت ألتقط الصور. لا، ظللت بالداخل وما كنت لتفعل الكثير. اسمعي، تريدين بعض الراحة وبعدها نجتمع في المقهى؟ يفترض أن يكون دكتور دومينغيز هناك. جيد، سأحاول حل اللغز وأرى إذا كان للتاريخ علاقة. صحيح، سمكة وردية، جبال متوجة بالفضة، سأبحث الأمر. بالمناسبة هذا المقهى يفترض أن يكون طعامه جيدا. أعرف الطعام. لست جائعة. ماذا بعد كل هذا؟ أتضور جوعا. هو هل من جديد بشأن دكتور دومينغيز؟ ليس الكثير. يقود أعمال تنقيب لترينيتي. إن رجال ترينيتي مسلحون، لقد سمعت أنهم أحضروا تعزيزات. سأبقى بعيد عنهم لأتجنب ما حدث مع آخر مجموعة قضينا عليها. لابد أنهم يعرفون بوجودنا في الموقع الآخر. كم هي ليلة مريحة فعلا. إلى أين ذهب دومينغيز؟ لا أظنه ابتعد كثيرا، لابد أنه في الساحة في مكان ما. أجل، لنلقي نظرة. لابد أن أحدهم يعرف شيئا. مرحبا سام، كيف يسير الأمر؟ جراسيا جونا. أيمكنك تصديق هذا؟ تم الإمساك بهذا وهو يحتسي شراب الطقوس. يا إلهي، واثقة أنني كنت شقيا مثلا في طفولتي. لا داعي لمعاقبته، فالشراب كفيل بهذه المهمة، لقد شرب ما يكفي. هل يوجد أثر؟ لا، لنتابع البحث. انظري، لأجل والدي. ربما سأشعل واحدة من أجل أمي.
لست معتادة على الحشود. أتفضلين محاربة الموت الأحياء أم الخالدين؟ لا بأس. جونا إنه عند البوابة. إنني أرى. جيد، تأكدوا من لا يدعنا. يمكنني العثور على طريق من فوق الجدار. سأهتم بأمر أولئك الرجال. أيها الرفيقان كيف حالكما؟ بخير، لا يمكنك المرور. سمعت أنه كان يمكن مهرجان جنوبي إنسان متزين بجماجم. أتعرفني شيئا على هذا؟ المكان ليس مسموح. قامت ماريا بدعوتي، هل تعرفانها؟ إنها قريبتي، جدتي كانت من ولي رحمها الرب، رغم أنه لا يدعو علي ذلك. أردت أن أقدم شيئا كقربان أو ما ذلك الشيء الذي تفعله بالأرضية؟ حسنا، تعرفان؟ أرى أنكما مشغولان، لن أضيع المزيد من وقتكما. وصل العمل، شكرا لخدمتكم. بالحفاظ على أمينة، إلى اللقاء. جونا، لقد دخلت. جيد، لم يكن هؤلاء الحراس عند البوابة. يبدو أن دومينغيز يشك بشيء ما. المعذرة. حتى بعد الفشل الذريع في البرازيل لا يشكك أحد بقيادتك للمنظمة. قطعنا شوطا طويلا لنتوقف الآن. أجل سيدي، معذرة. إنهم متأهبون لأي شيء. جونا، أظن أن دومينغيز ليس قائد هذه المجموعة فحسب، بل هو قائد ترينيتي. يجب أن نكون حذرين. لارا. أجل سمعتك. ديسكولبي سيدتا. هذا خطأي. فعل أحدهم فخا في الموقع الأول. نظن أنها قررت. مهما الخطأ، أريد تأكيدا أيها القائد، لا مزيد من التخمينات. سأتأكد من أن نحصل على تأكيد بصري. جونا، أظنهم لاحظوني. سأجرب الممر الخلفي. سأعثر على طريق آخر. De sus hombres. لن يضرك المزيد من الحمل. أنت بغاية الكرم. شكرا لك. علينا الذهاب. نعم، هنا القائد وور. يطلب دومينغيز تأكيدا على أن كرافت هنا. لديكم الصورة، أنثى قوقازية في أوائل العشرينات. تلقيت هذا؟ جيد، سيجدونه. جيد، لا أريد أن يدخل أي شخص هنا. أنت اخرجي من مكتبي. عذرا. أغلق الباب بعد أن تخرجي. حسنا. لا تقلق، اذهب العب. قراءات المواقع لا تشبه أي شيء رأيناه من قبل. إنه المفتاح إلى مرحلتنا التالية. إن كان الأمر هكذا سنكون مستعدين. جونا،
إنه مسيج ويوجد حارس. سأجد طريقة أخرى للدخول. لقد عثرت على موقع الممتاز، سأراقب المحيط الخارجي. إنهم يريدون عودتنا في أسرع وقت. لا شو؟ لا، أرجوك، لا. هيا، فلتفعلها. هلا أسرعت، إنهم يريدون عودتنا في أسرع وقت. ليس بعد الآن أيها السيد عالم الآثار، تم فصلك من عملك. لا أرجوك، لدي نقود يمكنني أن أدفع لك. جونا، حاولت ترينيتي للتو قتل عالم آثار محلي. يا إلهي، يجب أن أجد ما يبحثون عنه. هنا القائد رورك. إلى كل الفرق، استعدوا لعملية التعتيم. أعرف هذا الشكل، إيشال، إلهة القمر المكتمل. وهذا شاكشال، إلهة القمر الجديد. يوجد نقوش كتابية. شاكشال، يوجد المفتاح أمام نظرتها. المفتاح. علي النزول. أريد تأمين الموقع في أقرب وقت.
عندما يصل دكتور دومينغيز سندخل كلنا معه. كل الوحدات استعدوا، دكتور دومينغيز في الطريق. تبا يجب أن أسرع. Thank you.
أدخل كهفا قد نفقد الاتصال. تلقيت هذا، سأبقي عيني على ترينزي هنا بالخارج. يبدو أن المياه كانت تغمر هذا الكهف. زنزانات احتجاز. يجب أن أعثر على المعبد الذي يبحث عن هودوينجز. لقد فعلتها، أنا داخل معبد تحت الأرض. جيد. واو، هذا ليس جيدا. لارا، ترينيتي ينسفون طريقهم إلى الداخل. أستطيع تخمين هذا، إنهم يسببون اهتزازات. يوجد هرم هنا، سأصعد إلى القمة.
لارا، كيف يسير الأمر؟ هناك بعض المنصات يمكن أن تساعدني على الوصول لأعلى. أبحث عن شيء لإثقال الوزن إنزاله. الاتصال ينقطع. لدي بعض التحركات هنا، سوف أقترب. علي رفع الجرس بطريقة ما. علي رفع الجرس بطريقة ما. علي رفع الجرس بطريقة ما. علي رفع الجرس بطريقة ما.
علي إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام. إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام. علي 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 إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام.
هون. علي إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام. قلت هاي فهمت عليك بنا إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام. تنقلب العربة إذا قمت بسحبها للداخل. قد تنقلب العربة إذا قمت بسحبها للداخل. علي إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام.
علي إيجاد طريقة لهدم هذا الحطام. No!